هذا برنامج ملكي كبير اللي داخل في نطاق الأوراش اللي تقدمت صاحب جلالة ديال المخطط المائي، تحويل ديال الماء من المنطقة ديال سبول أبو غاك. غادي تنفع الدار البيضاء وغادي تنفع الرباط، بخصوص الرباط، الماء اللي كان كيشيط ولا كيمشي للبحر يعني في هذه المنطقة اللي فيها واحد العدد ديال المياه، اليوم غادي تستغل وغادي يمشي عن طريق هاد 70 كيلومتر باش يمشي للبسان ديال أبي رقاق. وهذا الشيء غادي يخلي أنه الحمد لله يكون واحد التوازنات في هذا اليوم. الورش اللي كنزوروه هي ورش ميداني، كنشوفوا بأنه الحمد لله بفضل واحد العمل كبير اللي بعد التعليمات ديال صاحب جلالة اللي قامت به الحكومة، يعني وزارة الماء، وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، واحد العدد وزارة المالية كذلك اللي كانوا كلهم وراء هذا المشروع. الحمد لله حاولنا وبالفضل ديال العدد ديال الشركات اللي اليوم عندهم واحد المستوى عالمي اللي هما مغاربة، برنامج اللي كان يمكن يتعمل في 3 سنين اليوم تعمل تقريبا في بين 8 شهور و10 شهور، والماء انتم شفتوا بانه وصل للمنطقه، ولكن احنا باقي في الورش. هذه زياره ميدانيه لانه تعملوا لمطول الاولين موتو بومب الاولين، وباقيين وحدين اخرين خصهم يتعملوا، وباقيين وحدين اخرين جايين للطريق، وان شاء الله في اخر اكتوبر غادي نتوصلوا لهذاك الديبي اللي بغيناه باش يوصل للرباط ويوصل للدار البيضاء ان شاء الله في المستقبل، واللي هو تقريبا 1 مليون ديال المتر مكعب يوميا، 30 مليون ديال المتر مكعب شهر، هي تقريبا 350 ولا 360 مليون ديال سنويا. اذا برنامج مهيكل دار في ظروف محكمه وظروف اللي هي صعيبه، ولكن الحمد لله بفضل يعني التفاعل ديال الجميع، لا من الوزارات اللي هي معنيه واللي هي مشكوره، ولا من كذلك طرف الناس ديال لونفا، ولا لاجونس ديال الباسان ديال سبو. كل هذا الشيء عملوا واحد المجهود اللي كبير اللي خلاو ان الحمد لله التعليمات ديال صاحب جلاله الله الكبرى ديال صاحب جلاله كما دائما كنقولوها هي من الاولويات، واللي خصها تنزل في الميدان بدون سياسه، وباش يشوفوا الناس بانه بلادنا الحمد لله فيها العمل وفيها العقول، وكنزيدوا الامام. وشكرا.